كابتن هاني، بدايه المباراه نفسها بدايه مهمه جدا. شفنا مباريات الاهلي السابقه، البدايه كانت مهمه جدا، ضغط عالي. ممكن نشوف ان النادي الاهلي برضو بدايته نفس الحال النهارده، الضغط العالي علشان النادي الاهلي يريح الدنيا من بدري بدري ويقدر يسجل هدف. اتكلمنا، بص اسامه، زي ما بقول دايما بيكون في خلاص اتبنت شخصيه كاركتر النادي الاهلي، الفرق الكبيره، شخصيه النادي الاهلي. يعني احنا بنتكلم جوه الملعب خلاص بقت شخصيه معروفه وسهل جدا. خلي بالك كل المدربين اللي بيعمل انالايز للنادي الاهلي هقول لك النادي الاهلي من الفرق اللي بتضغط من اول 10 دقائق، بتضغط ضغط عالي طبيعي. قد يكون عدم وجود وسام ابو علي في العمليه ديت ممكن تبقى المده، بدل ما بتضغط لمده 15 دقيقه لا ممكن يبقى 10 دقائق. اللي بيقوم بالدور ده مهم جدا، ان وسام كان بيقوم بالدور ده بشكل اكتر من رائع، بيساعد الاطراف. يعني لو وسام بيضغط على السرد باكين بشكل جيد جدا، هو بيساعد كمان الناس اللي تحتيها انها تبقى الامور بالنسبه للضغط بيبقى اسهل شويه. طبيعي جدا النادي الاهلي طبيعي جدا لازم يضغط من قدام، لازم يستغل الحالات او يستغل النواقص في فريق الايفواري. الفريق الايفواري على المستوى الهجومي مسجل تقريبا 11 هدف في يمكن 7 مباريات، مظبوط؟ يعني لو 9 مباريات مسجل 9 اهداف، 9 اهداف عنده عدد اهداف كويسه، لكن كمان داخل فيه اعتقد اكتر من 7-8 اهداف. تمام. وبالتالي عنده مشاكل دفاعيه. النادي الاهلي لازم يستغل ده كويس. استغله كويس، عنده حاجتين. الحاجه الاولانيه الضغط العالي الايجابي، انك تقطع الكوره بشكل جيد جدا في الثلث الاخير بتاعك، فاوريدي خلقت فرصه. الجزء المهم جدا انك كمان لو الجزء الاولاني او لو قدر الفريق يخرج بالكوره من ورا، يبقى ده عمليه وسط الملعب والضغط في نص الملعب عشان تستخلص الكوره في الثلث الثاني. فالعمليه كلها انك بتضغط بشكل جيد، بتستحوذ على الكوره، بيبقى قريب من عملية خلق الفرصة، بدل ما تبني من ورا لوسط الملعب لقدام، لا انت عندك جزء مهم جدا تقطع من قدام. ده جزء بيتميز فيه جدا النادي الاهلي، وان شاء الله هنشوف ده اكيد. الجزء كمان المهم اكيد كلنا يعني عندنا كلمة واحدة، ان الفرصة اللي تجيلك لازم تهدف منها. لان النادي الاهلي مع فرق زي ديت طول ما المباراة ماشية 0-0 الموضوع الامور متصعبة، هتبقى مش هتتصعب، لكن هتبقى الامور بالنسبة للفريق الخصم بيعلى بشكل او باخر يعني. لكن ان شاء الله باذن الله، انا متوقع ان باذن الله يكون في اهداف في الشوط الاولاني للنادي الاهلي نتيجه الضغط العالي، ونتيجه ان شاء الله ان احنا باذن الله البدايه تكون بدايه قويه.